ازيكم عاملين ايه؟ هنصرح شعر باربي الجميلة اللي كل الناس بيشتروها. هادي هتفرج اهو على التصريحات، هادي اول تصريحة هتفرجوا عليها جميلة. هنحط البتاع تحت بتاع التوك، بعد ما حطيناه نحط ايدينا على الشعر عشان ايه هو جميل جميل خالص وناعم. نحط التوكة التوكة لونها اصفر، جميلة. دي أول تسريحة. دلوقتي هنفك التوكة ونحط التوكة هنا. دلوقتي هنشيل التوكة من الشعر. وبعد ما شلناها هنعمل دي التسريحة التانية. هنعمل التسريح اهو، تسريحة قبضة سوق. تسريحة جميلة وكل الناس بيحبوها، تسريحة قبضة سوق جميلة جدا، ناس كتير بتعملها طبعا. هنعمل الحتة التانية، نربطها اهو، نربطها كمان واحدة. هذه ربطنا توكة زرقاء أو توكة صفراء، هنسرحها بالمشط دلوقتي عشان تبقى ناعمة دايما. عندنا كمان توكة بينك وعندنا فرشة ومكوة، نسرحها كمان. أمور خالص عليها، جميلة جدا. حبينا التسريحة دي لاقي عليها برضو، نشيل التوكة الزرقاء نحطها في الحتة بتاعتها، نشيل التوكة الصفرة كمان عشان نكمل بقية التسريحات. بنشيلها اهو، فكها كمان. شلناها، الشعر ناعم وجميل خالص. نسرحه نسلكه بس عشان ما يبقاش خشن. هنعمل التسريحة التالتة، نلف نلف نلف، نلف كمان ونلف كمان. دلوقتي هناخد المشط عشان بس يثبتها، ونعمل الحتة التانية. نعمل الحتة التانية اهو، بنلف نلف نلف ونجيب التوكة، بعدين نشيل المشط، وبعدين نربط التوكة نربطها كمان ربطة وكمان ربطة.
كمان واحدة كده كفاية، ظبطها بس تفلكها عشان برضو تبقى حلوة، تبقى ناعمة وجميلة جدا، تسريحة جميلة عليها. ونفك التوكة خالص، نحطها في مكان حبينا نسلك لها، تسلك تسلك تسلك، بعدين نعمل بالمكوة لين نلف عشان تبقى شعرها كيرلي. جميل خالص، نعمل كمان واحدة كها، ونعمل الأخيرة بالمكوة. تك عليها عشان تقفل كويس، نعمل تسريحة الربع هادي، ربطنا التوكة البينك والبلو، طرحنا بالفرشة جميلة برضو. هادي اهو بتشيل التوكة الزرقاء، نفكها اهو، نفكها خالص، نحطها في مكان، نشيلنا التوكة البينك. حطهم كلهم في مكان، صرح 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 عشان ما يبقاش شعرها خشن قوي قوي، يبقى شعرها ناعم دايما. جميل خالص، عملنا تسريحة البونيتيل، كل الناس عارفاها طبعا، كل الناس بتعملها كتير قوي قوي قوي. نعملها بالمشط، دي طبعا تصريحة اللي بعد اللي بعد التانية اللي انتو شفتوها. جميلة تصريحة البونيتيل،
نحب نعملها لها عشان أمور عليها جدا. بحبها عليها قوي قوي قوي، مسلية جدا اللعبة، جدا جدا. تسرح لها شعرها، لا على خالص، نشيلها حطها مكانها التوكة الزرقاء. ناعم، شعرها خفيف مش تقيل قوي، يعني تقيل شوية صغنانين زي ما انت شايفين. هو ده الشعر، جميل خالص، جميلة ومسلية جدا، هتحبوها وتلعبوا بيها كل يوم. هنعمل طبعا بونيتيل على الجنب، توكة الصفرة هنحطها، يا رب تعجبكم التسريحات وتحبوها اللعبة خالص. نحط التوكة نربطها، نشيل حتة عشان تبقى أمورة كده، نحاول نربطها تاني، حطينا التوكة الصفرة اللون الأصفر الجميل. كوني تلعب جنب، جميلة جدا التسريحة دي، كمان حلوة جدا. كل أطفال بيشتروها وبيحبوها، ونعمل بونيتيل برضو لتحت على الجنب. ونحط كمان توكة تانية اللي هي لونها البلو واليلو، نحط كمان لونها البينك، لون البينك، نسرح لها لآخر حتة، حس انها جميلة كده، نسرح قصتها عشان تبقى ناعمة جميلة على الجنب. توكة الصفر فكت شوية وحطيتها تاني، الصفرة اللي عليها وردة طبعا. دلوقتي هشيل التوكة البينك واحطها مكانها، وهشيل التوكة البلو ونحطها مكانها، ونشيل التوكة اليلو كمان. هنعمل بالمشط البينك، لونه جميل، هي اللعبة جميلة اصلا. يا ترى هناخد توكة الايه؟ نشيل التوكة دي، توكة اليلو اللي عليها،
وردة. نشيل حبة لفوق ونجيب التوكل اللي كانت عليها وردة برضو، شو ما استخدمناهاش خالص، حطناها بس الشكل عشان تبقى شكلها حلو مع التسريحات كلها. عجبتنا كلنا علشان عليها كمان قصة وربطناها. هنربط كمان حتة طبعا. حطناها، في ناس بتعملها برضو جميلة عليها خالص خالص، بحب التسريحة دي برضو عليها جدا جدا جدا. أمور عليها خالص، وكمان سهلة جدا جدا جدا. هنفكها، التوكة الصفراء اللي عليها وردة. فكها اكتر اكتر، فك فك فك. فك فك فك. ونجيب التاج اللي معاها، نسرح لها شعرها من ورا، نسرح نسرح نسرح. شعر جميل خالص خالص، كل الناس اشتروها وبيحبوها جدا. يا رب تعجبكم يا رب. حطينا التاج بتاعها.